نروح للمملكة العربية السعودية، تحديدا مدينة الطائف، مع زميلنا المميز جدا محمد مطاوع قبل مباراة الزمالك والشباب السعودي، ونعرف آخر استعدادات الزمالك لهذه المواجهة المهمة جدا في البطولة العربية. مطاوع مشرف ومنور، سعيد بتواجدك معايا. حبيبي يا كريم، انا اللي دايما اكون سعيد وانا متواجد معاك. اخبارك ايه؟ كله خير؟ كله زي الفل الحمد لله. قول لي الحاله الاول، الحاله المعنويه عند اللاعبين بعد التدريب اليوم. انا عارف انت حضرت المران اليوم، قول لي الحاله المعنويه، الحاله الفنيه، اللاعبين جاهزين ان شاء الله ما يكونش فيه اي اصابات او اي مشكله؟ احكي لي بقى شفت ايه النهارده في المران. طيب يعني هو كان مسموح لنا طبعا زي ما انت عارف اللوائح اللي هي ال 15 دقيقه اللي احنا نتابع فيها المران. يعني حقيقه شفت بصراحه لعيبه الزمالك حاله تركيز شديده، حتى الجلسه اللي عقدها معاهم سيريو بعد ما عملوا الاحماءات والاطارات المعتاده كان يعني ملامح وشه اكثر يعني قوه كده وهو بيتكلم، حتى ما عرفت بعد كده يعني بطريقته الخاصه من اللعيبه، فاللي هو كان بيتكلم معاهم في اتجاه واحد ان المباراه مباراه صعبه جدا، مباراه مش سهله، وان ما فيش عايز حد يكون لسه بيكون بيفكر في نتيجه اتحاد المنستير والنتيجه الكبيره اللي حققناها، لان ده ملف واغلق تماما وخدنا الثلاث نقط من وراه. فاحنا ماتش الشباب بالنسبه لنا الاهميه القصوى ماتش التاهل، وانا عايز نركز فيه باقصى يعني باقصى صوره ممكنه. الفوز في مباراه بكره هيوفر علينا حاجات كتيره في البطوله وفي مشوارنا في البطوله. عظيم. اللعيبه نفسها كانت في حاله تركيز شديده جدا يا كريم. يمكن اللي ظهر في المران وشارك النهارده هو ابراهيم النضاي بعد الاصابه اللي كانت عرض ليها في ماتش اتحاد المنستير التونسي، واللي يعني من كلامي حتى مع دكتور اسامه واحنا بنطمن عليه قال لي هو بقى جاهز، ولكن انا عندي بعض المخاوف لسه يعني ان هو يبدا يشارك بشكل اساسي، فهنشوفه في الساعات المقبله ومدى جاهزيته بشكل كامل للمباراه. واعتقد ان النضاي هو هيكون التغيير الوحيد في تشكيله الزمالك في مباراه الزمالك والشباب السعودي اللي هتقام، يعني احنا بدانا يعتبر يوم جديد اللي هتقام في الساعه 6 مساء على ملعب مدينه الملك فهد الرياضيه بالطائف. طب قول لي التشكيله، تشكيله الزمالك هتكون عامله ازاي بقى؟ قولها لي. انا عارف ان هي نفس التشكيله باستثناء ابراهيم النضاي، بس قولها لنا تاني يعني. يعني محمد صبحي في حراسه المرمى، حمزه المسلوسي ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد واحمد فتوح، دونجا وعمر جابر في نص الملعب، ومعاهم زيزو وشيكابالا وسيد نمار على حساب ابراهيم النضاي وسيف الدين الجزيري في الخط الامامي. هو دي التشكيله اللي هتكون موجوده النهارده في مباراه النهارده ان شاء الله، ومفيش اي تغييرات. النهارده شفنا في التدريب على فكره محمد عبد الشافي كان موجود وجري شويه حوالين الملعب كده، وكان بيعمل بعض التدريبات التاهيليه مع محمد عواد. يعني في ضغوط كثيره كريم في اللحظات في الفتره دي على محمد عبد الشافي من جانب زمايله بقوه ان ياجل فكره الاعتزال، خاصه ان هو فاضل له سنه في عقده، فبيطالبوه انه يتراجع عن الفكره دي وانه يكون موجود معاهم السنه دي. ويمكن ده كان سؤالي حتى لدونجا النهارده في المؤتمر الصحفي، كنت يعني سؤالي ليه ان وجود الونش وعبد الشافي معاهم رغم عدم مشاركتهم، فاكد لي ان طبعا الاثنين قيمه كبيره واحنا مستقدمين الونش، وصعب ايلي هيرجع دلوقتي بسبب اصابته، ولكن احنا مستقدمينه. من ناحيه عبد الشافي اتكلم عن عبد الشافي باستفاضه وقال ان هو اتكلم مع عبد الشافي وساله عن موضوع اعتزاله، واكد له ان عبد الشافي لم يعلن بشكل رسمي اعتزاله او يتحدث من قريب او من بعيد عن هذا الامر، ولكن يعني هو بيفكر جديا في الامر، ولكن قال لي ان احنا كلاعيبه بنحاول نضغط عليه، لان احنا محتاجين عبد الشافي، محتاجينه على الاقل يعني حتى لو هيشارك لدقايق، بس الوقت الاكبر يكون معانا في غرفه الملابس لما بيمثله بقيمه كبيره بالنسبه لنا. وجود عبد الشافي عامل روح جميله جدا يا كريم في قلب المعسكر اقامه الفريق. طيب مطوع، مطوع سؤالي بعد اذنك، هل انت حاسس ان عبد الشافي قد يتراجع عن قرار اعتزاله؟ بص، عبد الشافي نقطتين بيحسموا الامر بالنسبه له يا كريم. النقطه الاولى الاصابه هو ركبته وصابونه الركبه وجعاه بشكل قوي ومش قادر يتعافى منها. عبد الشافي كان صريح جدا جدا مع نفسه ومع زمايله، قال لهم انا مش هقبل ان انا عقدي موجود سنه وسهله ان انا اتعالج وابقى موجود، ولكن انا مش هقبل اغرم النادي اي فلوس وانا او اتحمل مرتبات والكلام ده، رغم ان هو ما بيتقاضاش يعني زي بقيه اللعيبه، وهو دايما بيفضل اللعيبه، فقال انا مش هقدر احمل النادي اي امور ماليه وانا مش هقدم الاضافه يعني الممكنه للفريق. يعني ممكن البعض يقول لك دي مثاليه زياده عن اللزوم، بس هو ده محمد عبد الشافي بالفعل يا كريم. كل واحد قريب من عبد الشافي هيعرف ان هو مش مثاليه زياده عن اللزوم قد ما هي دي طبيعته الحقيقيه في التعامل مع اي شخص. فعبد الشافي هو حتى الان لا شايف ان هو ده الوقت المناسب لتعليق الحذاء، ولكن هو بتحصل عليه ضغوط
هيستجيب ليها ولا لا. حتى كابتن جمال عبد الحميد كان معانا من ساعات بتكلم معاه في نفس الامر، فاكد لي يعني احنا قال لي ان احنا بنتمنى انه ما يعتزلش، ولكن القرار في الاخر هيكون لعبد الشافي، واللي هو عايزه احنا هننفذه له. الزميل العزيز محمد مطاوع الناقد الرياضي في السعوديه، المتواجد حاليا في السعوديه مع بعثه نادي الزمالك المشاركه في البطوله العربيه، بشكرك شكرا جزيلا.